والنبي يا رنده يا اختي، عايزه اي لقمه للولد ده يروح بيها المدرسه، مش لاقي حته جبنه اي حاجه. بصي انا ما عنديش والله الا جبنه، انت عارفه انا الصبح عملت ايه لابني؟ حمرت له بطاطسايه. ربنا يسترها علينا، اديني ولو جبنه يا اختي. الله يخليك. استني طب استني استني. تسلمي لي. بصي والله معلش وحقك عليا، ما ينفعش الا مع لا مشكله يا اختي، اودي الواد بدل ما اديله عيش حاف. تسلمي لي. يعني المشكله مش في كده يا سماح، المشكله اللي هم يا اختي بيروحوا المدرسه بيلاقوا العيال اللي قاعده جنبهم اللي عامل برجر واللي عامل فراخ، والعيال برده نفسها اماره برده. ما الولد بيجي يقول لي يا اختي، انا عارفه وبسمع منه. ربنا يعديها علينا بالستر، ربنا يسترها معانا، ربنا يسترها معانا. تسلمي لي يا اختي. والله لو جالي اي حاجه هرن عليكي رنه، بس اوعي تفتحي عليا. ما نحلمش منك رنه، لا ما تقلقيش. ماشي حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. يا حبيبتي يلا سلام. يلا يا ماما السبع يا ست، انا هتاخر على المدرسه. يلا يا ماما بسرعه. يا ماما اهو بصي اهدي، انا عملت لك ساندوتش كفته وساندوتش برجر، هتاكليهم كلهم يا نور. الساندوتشات دي ما تديش لحد منها. حاضر. انت اللي تاكليهم. حاضر. فاهمه ولا لا؟ خدي وادي المايه المعدنيه يا ستي عشان حضرتك ما بتحبيش الزمزميه. ماشي ماشي ما تديش لحد حاجه. حاضر. خلاص خلاص يلا. الباص جه اهو، ربنا يحفظك يا رب. تاخرت على المدرسه. حاضر يا حبيبي انا بجهز الدنيا، تعالى بس وريني الاول. قوم كده وريني جمالك. ايوه خد يا قلبي، دي سندوتشات جبنه حبيبي. طب ما فيش سندوتش كفته اهو. ولا قوة الا بالله. معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا وانت محدش بيصرف علينا، وانا مش عارفه اشتغل، ده انا شحطت لك حتى سندوتشات دي من عند طنط رنده. معلش يا حبيبي، بكره لما ربنا يفتحها عليا ويفركها عليا هجيب لك احلى اكل في الدنيا. افت وشك بقى واضحك. حول قوة الا بالله. معلش يا حبيبي، حقك عليا. يا رب استرها عليا يا رب، واديني يا رب عشان اقدر اصرف على ابني يا رب. انا ماشي انا يا ماما. بالسلامه يا حبيبي، وخلي بالك على نفسك يا بابا. ما تزعليش منا يا ماما، اصل اصحابي كلهم معاهم سندوتشات كفته وانا بخاف اطلع قدامهم عشان بيتريقوا عليا. يا روحي يا روح قلبي انا يا حبيبي يا حبيبي. معلش اما تاكل يا حبيبي كل على جنب خلاص. ما تزعلش، وربنا هيكرمني يا عمر واعرف اكلك يا حبيبي. ما تزعلش. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. روح يا ابني، ربنا ينور لك طريقك يا حبيبي. يلا حبيبي كل على جنب. ماشي. وارفع وشك لفوق كده ما تتكسفش. خلاص باي باي يا حبيبي. ماشي. يا رب استرها عليا يا رب، واديني اقدر اصرف على ابني يا رب. يا رب اقدر اصرف على ابني يا رب. بقول لك يا عمر، ما تيجي ناكل مع بعض؟ ناكل مع بعض. وانت معاك اكله؟ انا معايا كفته ومعايا همبرجر. يا نور كل لوحدك كده. يا عمر مش عايز تاكل معايا؟ خلاص يا عمر براحتك. ايش يا نور، معايا سندوتشين جبنه بس ما شحتهم من عند جارتنا عشان بابا متوفي ومفيش الا ما بتصرف عليهم. تبدا انا نفسي في الجبنه. طب يلا بقى ناكل مع بعض. وانا كمان نفسي في الكفته. يلا ناكل مع بعض. سندوتش ايه؟ سندوتش كفته. وده سندوتش ايه؟ جبنه. يا ريت يا جماعه يكون الرساله وصلت في الفيديو. انت عايز توكل ابنك اي اكل وكله في بيتك، ما تكسرش بخاطر اصحابه اللي معاهم اللي هم ذو الاحتياجات اللي معوش ما فيش امكانيات عنده انك تعمل له كفته وهمبرجر وكلام من ده. يا ريت نحسه بالاطفال الايتام، الاطفال اللي امهاتهم اللي بتصرف عليهم. يعني مش لازم تتفشخر قوي تودي ابنك ببوكس وجزازه ميه معدنيه وتكسر باخواته الاطفال، اخواته التانيين اللي هم معهمش يعني الام اللي بتصرف عليهم. انا مش طالعه مع مش هتشتم عشان خاطر حاج هاني حابب يوصل معلومه معينه. فعلا في امهات بيعلموا اطفالهم لا تاكل صحابك ولا تيجي مع اصحابك ولا تعمل اي حاجه، كل اللي انا اديهولك انت لوحدك. اولا مفيش تعاون في الموضوع، مفيش رحمه ومفيش ود،
ومعلش راعوا نفسية الأطفال، لأن دلوقتي مفيش حد عارف يجيب حتى الجبنة، اللي بياكل جبنة دلوقتي فهو ميسور الحال. السلام عليكم.